المزيد من التفاصيل والتركيز على المشهد السوري، تسرنا استضافة المحلل العسكري أديب العليوي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية. أهلا بك سيد أديب. أهلا بكم. سيد أديب، كيف تقرؤون هذا التقدم الذي حصل من قبل قوات النظام في مطار أبو ظهور؟ تحية لكم، تحية للفريق العامل وتحية للمشاهدين. حقيقة هذا التقدم يعني إرهاصاته ظهرت منذ يعني أكثر من شهرين، وتقوم قوات يعني النظام الجوية مع الطيران الروسي الحقيقة منذ أتيتانا تبعة. الطيران الروسي بدأ بالقصف الشديد مع طيران النظام وبطريقة الأرض المحروقة حقيقة، أو ما تسمى بسجات النار، من خلالها يعني كان هناك معارك كر وفر برية بين النظام وبين الثوار. ولكن الحقيقة تقدم في الأسبوعين الماضيين النظام بعد أن استخدم وجلب العديد من قواته التي كانت متواجدة على جبهة دير الزور وريف البوكمان، مثل لواء القدس الفلسطيني ولواء آخر أيضا فلسطيني، إضافة إلى بعض الميليشيات الشيعية التي تناصر النظام وتقاتل معه، وزودوا الجبهة. لاحظ طائرات اليوشن يعني قامت بعدة طلعات جوية إلى مطار حلب ونقلت العناصر من جرز. في هذا السياق وفي ظل هذا القصف المكثف، إلى أي مدى نحن الآن أمام سيناريو مشابه لما حدث في حلب؟ لا أعتقد أن السيناريو مشابه لحلب، الفرق كبير وكبير جدا بين السيناريوين. يعني النظام يدعي هو وروسيا بأنه يحاول أن يطبق يعني ما يعني اتفق عليه في أتيتانا، الذي يعتبر مؤتمر خيانة بامتياز. أتيتانا الذي ينص على تقسيم سوريا، والذي ينص على حقيقه مناطق خفض التصعيد التي لم ينفذ منها شيء، مناطق خفض التصعيد الكلمه الكبيره التي اخترعتها روسيا. الفرق كبير بين الجبهتين، بين حلب وبين حقيقه هذه المنطقه. ولكن ما جعل الثوار يتراجعون هي القصف الجوي الهائل ضمن اراضي مكشوفه، لا يوجد يعني اي اماكن تتمترس خلفها الثوار في هذه المناطق المكشوفه والارض السهليه. ولذلك انا اقول هي يعني شرق سكه القطار، كما نص أتيتانا 7 وأتيتانا 8 لم تترك روسيا فيها ولا لا بشر ولا حجر، حتى رعاه الاغنام الحقيقه تم تهجيرهم من هذه المنطقه. ولكن لا اعتقد ان النظام قادر ضمن هذه الفتره يعني على التقدم غير بسكه القطار، لان هناك العديد وعدد كبير من القرى، واعتقد ان هناك تحصيلات جديده تقوم بها الثوار. وهل هذا نسقطه كذلك على ما يجري في الغوطه الشرقيه تحديدا وريف دمشق الذي يشهد قصفا مكثفا كذلك خلال الايام الاخيره؟ بالنسبه للغوطه وريف دمشق، حقيقه غوطه دمشق محاصره منذ اكثر من 5 سنوات، والغوطه يعني حقيقه يعني تصفر ملاحم بطوليه في هذه المنطقه من حيث التخطيط ومن حيث التنفيذ. يعني غوطه دمشق من يقاتل بها هم اهل الغوطه، والارض تقاتل مع اصحابها كما نعلم. ولذلك انا اقول ان غوطه دمشق هي كانت منذ اكثر من 2 سنوات وهي تدافع فقط، والنظام يحاول يعني اجتياح الغوطه. ولكن في اخر جمله النظام منذ اكثر من 40 يوما حاول النظام التقدم، فصده الثوار، وبهجوم المعاكس على قوات النظام استطاعوا السيطرة على أغلب مدرسة أو إدارة المركبات. والآن هناك قسم من إدارة المركبات محاصر، وفيه أكثر من 200 عنصر وضابط ومن الميليشيات الشيعية المتواجدة في إدارة المركبات. ولذلك أنا أقول أن يعني معركة الغوطة تختلف اختلاف يعني كبير، هناك تخطيط صحيح، هناك عناصر مقاتله مدربه ابناء المنطقه، هناك يعني حواجز هندسيه، وحقيقه الخطوط الدفاعيه يعني منظمه بشكل قوي وبشكل صحيح جدا. هناك عمليات حقيقه انغماسيه
والأهم من ذلك كله هو استدراج الثوار في كل يعني فترة في الكمائن، استدراج الثوار في قوات النظام ووضعهم في منطقة القتل. أختم معك بسؤال باختصار حول الاعتراف وزارة الدفاع الروسية بالهجوم على قواعدها العسكرية في سوريا حميميم وطرطوس، كيف تقرؤون هذا الاعتراف العسكري الروسي؟ يعني الحقيقة هناك تخبط في الإعلام الروسي، يعني احنا لاحظنا أن صحيفة كوميرسان الروسية نقلت الخبر من مصدرين بالنسبة لها، لأن يعني هناك يعني تدمير لسبع طائرات. في اليوم التالي يعني ما نقلته هذه الصحيفة، وزارة الدفاع الروسية كذبت الخبر، ولكن في اليوم الذي يليه قال بأن هناك هجوم بسيط يعني من خلال خسر الروس يعني عنصرين. ولكن الحقيقة بدأت تتكشف حقيقة الأمور بعد نشر الصور من قبل الصحفي الذي صور داخل قاعة حميمين، الصحفي الروسي الذي نقل إلى صحيفة كوميرسان، وبالتالي يعني كشفت الأمور وفضحت. ولكن مع ذلك لا يزال التخبط الإعلامي. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري والسياسي السوري، كنت معنا من غازي عنتاب، أديب العليوي كنت معنا عبر سكايب.